شاشة طلعت فيك اليوم رح نشوف ميشيل عم يطمن على حيوان الأوكتوس بياديوس، عم بيعمل فيلم عن الأمير بشير، عم يفتش عكفر نقرة وعم ياخد راحته بهيدا المشهد. ضارب للحمام خلص. بس نهارنا ما بلش بهالحدية، كيف وصلنا لهون؟ هيدا شو؟ سي فانتاستيك، من دجاجي ولا ديك، هاي بتفنجي وضرب بحنكي، طلعت فيك وطلعت فيك، اخ يا حرام طلعت فيك. الفريق جاهز بمركز الانطلاق ما عدا عنصر اساسي كتير. وينو ميشيل؟ فتشنا عليه بكل الزوايا وحتى بسينة الحي انشغل بال عليه، ما لقيناه. معقول يكون نسي انه عنا تصوير؟ رحنا نفتش عليه ببيته. صح النوم. هاي هاي، بدي روح المدرسة. لحتى ما يعرفوا الناس، ميشيل اليوم صحافي جاي من الخليج. جميل جميل. السلام عليكم، معكم بطاح بن جواد. نسير الحين عين سحلتة عشان نسوي مقالب ونتسلى في هذه البلدة الجميلة. وانطلق بطاح على عين سحلتة وضل جده لميشيل حيران، مين هالخليجي اللي كان عنا بالبيت؟ وأول ما وصلنا على عين سحلتة ومثل عادتنا لازم نغير اسم الضيعة، وعين سحلتها صارت وين صحتنا؟ بنبع الصفا، مزبوط؟ عالمي. من أشهر معالم عين سحلتها محمية أرز الشوف. توجهنا على مدخل المحمية لإجراء مقابلة مع إيهاب يلي عنده كل الأجوبة، بس أكيد مش على أسئلتنا الغريبة. أخي العزيز، أول سؤال، هل هذه أكبر محمية في لبنان؟ صحيح، هي هذه أكبر محمية طبيعية بلبنان، مساحتها 550 كيلومتر مربع. نعم. اللي بتشكل حوالي 5% يعني مساحة لبنان. كم بلدة تجمع هذه المحمية؟ هن ضيعة المجاورة للمحمية 24 ضيعة، يعني عندنا مدخل هون عين سحلتة بمهراي، ضيعة عين سحلتة وضيعة بمهراي. منذ متى للمحمية مدخل من قرية عين سحلتة؟ هي تأسست المحمية، أعلنتها وزارة البيئة محمية طبيعية سنة 2006. المقابلة بلشت جدية قبل ما تصير أسئلتنا غريبة. مدخل باروك، مدخل المعاصر، ومدخل قلعة نيحة. في المحمية أثارات من العصر الهليوني، من أيام الملك هليون. لحظة، اللي في عصر اسمه العصر الهليوني؟ ماذا تفعلون للحفاظ على هذه الاثارات؟ هي هلا مش اثارات اذا بدك تسميها، بس الارز هو بعيد تاريخ، يعني تاريخه اكثر 3000 سنه واكثر من هيك. نعم. هل تتم المحافظه على حيوان الاوكتوس بياجوس؟ الطيور والحيوانات الموجوده بقلب المحميه بتم الحفاظ عليها. كما نعلم ان طير الاوكتوس بياجوس هو حيوان مقيم وليس من الحيوانات المهاجره. صحيح، هو بضل هون صيف شتاء بلبنان. هل هو سعيد داخل المحميه؟ أكيد طبعاً، لو ملاقي بيت لهون بالمحمية، البيت الطبيعي له يعني بوجود التنوع البيولوجي، أكيد ما كان بضل هون بالمحمية، وعم نشوف كميات تبعه عم تتكاثر. طب من ماذا تحمونه؟ نحميه من الصيادة. نحميه من الصيادة، بنحميه من ال شو القصة معك؟ سأعيد السؤال. وين العصب؟ احنا واقفين في الشمس. وهون بلش يعصب إيهاب. قاعد من عند المحافظة على الحيوانات، هل تتم المحافظة على جميع أنواع الحيوانات ومنها حيوان الأوكتوس بياجوس؟ أكيد، نحن هون بالمحمية بنحمي الحيوانات كلها من الصيد، من تعدي الإنسان على الطبيعة،
يعني مثلا اذا العمار او شيء كله بالمحميه ممنوع كرمال نحمي الحيوانات منها. هناك طيور مهاجره وحيوانات وطيور مقيمه في هذه، هل من مانع لدخول حيوانات جديده على المحميه او انتم منفتحون؟ جاي سيارة من فوق، خلينا نمرقها بس. حدا يهدي عنك هيدا الميكرو. ونحن لبنان يعني مسائب بنقطة بين أوروبا آسيا، نقطة وسط اللي هي لكل الطيور المهاجرة يعني اللي بتنزل. لك شو مش قادر تهديه يا زلمة؟ ممكن حد ثاني يحمل. لك شد حالك. الصوت يعني ما فيه. ما بنبين نحن. خلص هيك. شو قصتكم يا زلمة؟ حطه كده، تشده. جمعيات حقوق الإنسان تنتقدكم لعدم السماح بدخول حيوانات جديدة داخل المحمية، يعني لا نرى زرافات، لا نرى ثعابين، لا نرى أي حيوانات موجودة في كل الغابات. لماذا تمنعون دخول الثعابين مثلا؟ نحن نترك هذه المحمية على طبيعتها، يعني الحيوان اللي بحب يعيش هون بلبنان بيجي هو بيعيش، بلاقي بيته بهذه الطبيعة بيعيش هون، وغير حيوانات اللي بتكون هي تعدي اصلا على هذه المنطقه. طيب هل صحيح انكم تنظمون سباقات للفراشات داخل المحميه؟ اكيد لا. شنو ميرنا؟ فراشات، موضوع الفراشات شنو؟ قالوا لنا في المعاصر سباق. لحظه، عيد هذا السؤال، عرفت شو قصدك. هل صحيح انكم تنظمون سباقات للفراشات داخل المحميه؟ هلا هي مش سباقات للفراشات، نحن عندنا مرات بيجي تلاميذ المدرسة بيتعرفوا على نوع الفراشات، بيصير في يعني تكميش للفراشات، بيشوفوا شو نوعيتهم حسب الدراسة طبعاً وبيرجعوا بيتفلتوا كلهم بالطبيعة. ما تلعب ممكن 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 خلص أنا ما بقدر أكمل. ما بتلعب بالشعر. لحظة إيهاب سكر راسه وما عاد بده يسمع شيء. لحظة بس عندي مليون شغلة يا زلمة، جاية من آخر الدنيا هالقضية. بدي لحظة شوي. ثانية لو سمحت ثانية واحدة بس عاوزين. مش قدرين تهدوا أي زلمة. أقول لك ما الكاميرا الخفية وهي المقابلة مشكوك بأمرها أصلا. لا لا لا. ولما عرف إنه هيدا ضرب قرر يرده. تنزلوا معي؟ أنا بدي أعمل فيكم ضرب. بلا بدي أرجعكم معي بس رح أسرع فيكم وخليكم تنرعبوا على الطريق. طلبنا من أهالي عين سحلتا يلي بيحبوا التمثيل إنه يلاقونا على كاستينج تجربوا حظهم للتمثيل بفيلم جديد. هيك قلنا لهم، بس الواقع كان ميشيل بانتظارهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا في مراح عين سحلتا. نعم. هاوج البحلاف مهدون في الهواء الطلق، يبدي الريح ما يحنحن على غيره. إيش رأيك بالموضوع؟ حدا فهم شيء؟ أنا رأيي ما بتعرفوا هاي ضيعتي يعني بفتخر فيها. من متى وانت تفضح المشاعر جوا قلاب الرضيع؟ من 10 سنين. يلي بعده. في الغابات المطلع قادر يقبل وما يحدد فيه إلا مستوى نايم في الشمال ولا الجنوب، وانت ايش رايك في الموضوع؟ هذا السؤال؟ شو بدك خبرك يعني؟ يعني لما تدخل الحمام انت يعني تاخذ شاور؟ بعرف هاي برانك. خلص برانك؟ عم تعمل فيها ضرب، انا بعرفك شفتك بالتلفزيون مرة. ساعديني لازم نوصل للأمير. اوف اوف اوف. تسوين كده يطلع الأمير بشير في وجهك، قولي له يا أمير بشير. يا أمير بشير، يا قمر مشغرة، يا بدر وادي التيم. تتصور نفسك المير بشير؟ تتصور ان الشجره هي الست نسل؟ انت مطرحك مع الحارين. الحين ابيك تكون الريال القبضاي. انت شو الكي شغل هون؟ شو انا ما الي كلمه هوني؟ هوني مطرح الرجال. انت شغلك مع الحارين. تفضلي روحي لعند الحارين، يلا.
معكم. ممكن لو سمحت تتمسك بالشجرة؟ عرفنا ان الامير بشير مر من عين سحلطة صح؟ صحيح. وسكن فيها. انت الامير بشير؟ وانت افعلي ما يحلو لك، لا اشطرك باي شيء. ممكن اكثر شاعرية. هالمشهد مع الشجرة منه حميم كفاية، فطلب ميشيل المزيد من الرومانسية بالأداء. سيدة نصب، أرجوك أن تتركيني بحالي، أريد أن أخذ نفسا عميقا، أنت تحرميني منه كله، لا أريد هذا أرجوك، المعذرة، أعذريني. أعذريني. عاوزك تقولي لي عن بلدتك عين سحلطة. عين سحلطة هيدي الضيعة الموجودين فيها. فريق التصوير ضب غراضه وفل وترك نورة لحالة. الوديان بتحكي مع بعضها، بس نورة ضلت عم بتجاوب. لما تتميز عين سحلطة انه كانت هي اول مدينة سياحية، فيها 7 أوتيلات منعيش فيها طائفتين بمحبة. هي نبع المي، قد ما اشرح عنها لازم كل واحد يجي لعنا لهون هو يكتشفها. ما رح احكي انا كتير عنها لانه هي نزلت بالتاريخ عين سحلطة وبس. بتمنى من الكل انه يزورها. Thank you. في شي بعد؟ ومن بعد ما خلصت نورة خطابة ما لقيت حدا يزقف لها، فزقفت لنفسها. سامعين بكفر نقرا؟ بلبنان كله ما في ضيعة بهالاسم، بس حبينا نتأكد من المعلم فؤاد ونضل نسأله عن كفر نقرا تننقر له راسه. فحولنا مار من مصور لسائح جاي يتعرف على المنطقة هو وكاميرته. مش عم اخذ لك صور. أهلين. أول مرة بشوف هيك شيء. مرحبا يا معلم. اهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي عزبك كفر نقرة. من وين بروحولا؟ كفر قطرة. كفر نقرة. ما في كفر نقرة هون. ما أنا مأيدتها كفر نقرة. ما في كفر نقرة، ما في ضيعة هون بشوف اسمها كفر نقرة. في كفر نبرة، كفر قطرة. قالوا لي كفر نقرة. ما في يا حلوة. اسمه بطاح الجواد اللي رايحين لعنده. قالوا ما في عم بيقولوا. ما في كفر نقرة. مش معقول يا حياتي، ما انا ابن المنطقه وعم بقول لك يا روحي. نسال قدام شي بركي حضرتك غلطان. مثل ما بدك ما تكفر نقرة. ما في كفر نقرة. ايه بركي غلطان كاني انا. هالسؤال استفز المعلم فؤاد ابن المنطقه. ما بعرف كفر خطرة وكفر نبرة. وبعد شوية وقت بعتنا نورة بنت عين سحلطة حتى هي كمان تسأل عن كفر نقرة. مرحبا. أهلا. كفر نقرة وين بتصير؟ بعدها شو لقيتي؟ قلت لك ما في كفر نقرة. يا مت كفر نقرة شغلت له باله كتير وفكر انه كل السيارات الصغيرة هي نفس السيارة وبدأ تسأل عن كفر نقرة. في كفر قطرة، كفر نبرة، كفر نقرة. ما في. اتصلتوا بالتليفون؟ ايه. الهن هني قاعدين بكفر نقرة. وين في كفر نقرة؟ ما انت بنت الضيعة. ما قلت انا بلكي بتعرف. عم نسأل. ما في يا حياتي كفر نقرة ولا. نسأل حلقة. ميرسي. عم ضيعة قال عم بتقلي اسمها كفر نقرة. شو لقيته؟ وا لقيته كفر نقرة؟ لا مش قلو مش قلو. لا يا معلم فؤاد، هول زبونات. نطرنا شوي على معلم فؤاد يلي من الظاهر كان مبسوط بوجود سائح أجنبي عنده بالمحل. وبعد دقايق وصلت تالت سيارة. تفضلي. عم تعرف وين كفر نقرة بتصير؟ يعني شو صاير اليوم؟ كفر نقرة ما في ضيعة اسمها كفر نقرة يا حبيبي. في كفر قطرة وكفر نبرة. هول ضيعتين بالكفر. كفر نقرة ما في. اوكي. نحن جايين على المسيو بطاح الجواد، عندنا باربيكيو عنده. ما بتعرف حدا كان هلا نفس الاسم قالت لي عنه. ماتموزيل. ما في.
معك تليفونه؟ ايه ما هلا حكينا. شو قال لك؟ ما قلنا هون بالمنطقة بس مش عم نعرف. الله خداع اسمك شو عم نعرف؟ يعني كفرنقرة بالتحديد عرفت؟ يا عمي لا يكون عليك الجزمة نسان عفوا. ما في كفرنقرة هيدي، أنا ابن المنطقة هون. شو اسمه؟ بطاح الجواد. بيت جواد هو. بطاح جواد؟ أول مرة بسمع فيه ما بعرف. دقوا له. طيب هلا هلا بلكي بنسأل. ما في كفرنقرة، بدك تسأل على الفاضي. أي دونت نو وير كفرنقرة، نو فيلج كفرنقرة. ما بعرف. شكرا عم كلك ذوق. باي. سيم نيم. وهون تشخشب المعلم فؤاد، معقول في كفرنقرة وهو مش عارف؟ السلام عليكم. عليكم ألف سلام، يا هلا فيك. تفضل. شلون الطماطم؟ يا هلا. هذا الجبلي البلدي؟ هذا الجبلي يا حبيبي. كم الكيلو؟ 2250. 2 كيلو؟ فكرة معي. 2 كيلو بكم؟ 2250. 2 كيلو ب 4500. أيوة. يعني وسط ها؟ أنت اللي بتريدها حتى. لا تكون مخمخمة. لا مستوية ولا لا تكون. أيوة. مكمل. ممكن نص واحدة؟ شو حياتي؟ خلاص أخذ واحدة. 2 كيلو؟ سوينا جيرانكم. وين أخوي؟ أخذنا قطعة أرض. وين؟ وسوينا عمارة. يا سلام. هنا قريب. اسم المنطقة كفرنقرة. كفرنقرة؟ هلا بعدهم عم يسألوا وين كفرنقرة خي؟ أنا عامل الافتتاح، مسوي الافتتاح النهار. اليوم. وين هيدي ال قبل اخر عين سحلتها قبل الباروك. هلا كانوا عم يسالوا ناس، قلنا لهم كفرنقرة ما في جديد حضرتك هون؟ لا لا انا في القريه نفسها في كفرنقرة. انت عاملها يعني؟ لا لا في قريه اسمها كفرنقرة، انا اشتريت قطعه ارض وسوينا عماره. عم يسالوا لان كفرنقرة. قلت لهم والله يا اخي ما انا داعي ناس اللي عندي يسوون باربيكيو. باربيكيو هلا رايحين، كانوا عم يسالوا. انا ما بعرف والله. جنب مسجد العبور له مسجد العبور. غيره شو بدك حبيبي؟ عندك حاجة هنا قرب أعمل لك نقرة. صار نقرة؟ لا نقرة نقرة منيح. أنا أبنقر لك. يلا تعرف نقرتي وين تيجي؟ أنت أدرى على الكاميرا الخفية. أيوة. وعم نمزح معك، كنا كل اللي اجوا لعندك عم يسألوا عن كفرنقرة. انا قايل لهم يجوا لعندك ويسألوا عن كفرنقرة. ما انا قلت لهم لك خيلت لهم ما في كفرنقرة. هاي الكاميرا هون بدك تقول لها باي. في كاميرا فوق بالمطعم انا مش شايف. ايوه يلا باي باي باي. طيب انت الطابق معهم كمان. جننوني يا اخي كفرنقرة. ما هو عن جد هلا ما بتعرف كفرنقرة وين؟ خلص تعال خليني. اخترنا بيت من بيوت عين سحالتا وطلبنا من أهله الإذن لتصوير مشهد صغير من فيلم ببيتهم. زرعنا الكاميرات الظاهرة والخفية لالتقاط رديت فعلهم على يلي بده يصير. بتحكي كيف العالم النحوي؟ بحكي شو ما بدك بحكي. وصاحب البيت اقتنع يمثل معنا مشهد صغير. أنا رجلي على الكاميرا. الأجواء لحد هلأ فرحة وسعيدة، بس فريقنا ناوي ياخد راحته ويزيدها. طيب جيبوا له منشفة. جيبي منشفة جدو جيبوا. ممكن ملح؟ ملح 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 ملح
استاذ بطاح لما تجهز قلنا خانة طويلة. جميل جميل. خلصت؟ يا ممكن أسير الحمام؟ حمام وين؟ شاور. وهون الصدمة الكبرى، بطاح عزم حاله على الاستحمام. بس لحظة، يمكن فات على الحمام مي. اخد شاور وارجع. شو بده؟ قلنا له انه بهذا الحمام مش هون بليز. قل له بهذا الحمام. مش بهذا الحمام. بعيد عنك الحمام لو سمحت. يا قل له بهذا الحمام بليز. وقف خليك وقف عم تسوي المستشفى. لك بعد شوي رح اقول لكم اذا بتريدوا. قل له بعد شوي بقول لكم اعملوا معروف. بس هو لانه بده حمام واسع مو هيدا المستشفى. لا شو بده حمام واسع؟ لا عم غير على بالي بس. ايه غير هون. شو؟ تحمم لأفضل عم بتحمم. يا باطل ما الأمي تحمم لها بقلب. شو رفي؟ ما فينا فوت مزلط أنا ما في. لك إيه طب ما قلت له أنا مع قول راسه؟ شو عم يعمل؟ لك هي؟ لك ليك بعد ناقص أنا لك عبود. شوفي؟ شوفي؟ فات على الحمام عم بتحمم. فلك عم بغسل. شو عم بغسل عم بتحمم؟ ها؟ طيب خلص روح. خلص تدفقون عندي بالبيت على اساس بياخذوا لقطب وباي باي. شو هو عم هي تبقى وعم تحمم؟ لا بده شاور. شاور جاي شاور انا عامل له شاور عندي؟ طيب اعطيه ليفه. شو بنعطيه ليفه؟ معقول يعني هلا كيف يعني؟ طيب ما خلينا نخلص ليفه وما ناشفه وما بعرف شو بعد الحمام. مش اتفاق يعني هي انه بدهم تاخذوا لقطه بس انه يفوت على حمامنا ما بصير. اذا بتريدوا انا استضافتكم تاخذوا لقطه اعملوا معروف. خلصت المقابلة، شاور مش جاي يتحمم عندي. لك لك رح حطوا له ضربة وقفوا فيها بالله. لا خلاص. خلص هلا بيظهر وخلص. لا ما بصدق. شو؟ لينا بشرف تحكي أنت جاي كثير من برا. ما بتضل. لا بس مش مزبوطة هاي المفروض يعني ماني أنا مستضيفه يفوت يتحمم بحمامي كمان. مع احترامي له يعني مين ما يكون يكون. خلص وقفوا التصوير اذا بتريدوا. وقفوا التصوير. خلص عملوا معروف. خلص شوفوا كالبين اذا بتريدوا. لا خلص انا ما خلص مش هذا الاتفاق. لا خلص وقفوا التصوير روحوا شوفوا عندك. شوفوا قلبك زكريا. شنت العيلة هجوم لإخراج بطاح من الحمام. قال له يظهر بقى. ما بيصير هاي. شو أنا عامل له حمام هون؟ استاذ طلع لبرا. يه. خلص وقفوا التصوير. عم بغني. بطاح. استاذ. شو بطاح ما رح يخلونا بقى نصور. ثانية. شو سنة؟ لك ثانية ظهرت أو ثانية تبعك. خلاص شو؟ بده ماي سخنة. لا سخنة لا تسأل قبل ما تسخنة. لا هيدا ممثل عظيم قدير كبير. ممثل عظيم قدير كبير. شو فزعني يعني؟ أمور معروف ظهر من الحمام. ظهر من الحمام خلص. بس ما تقول له هيك هلا بيطلعوا بالزلط. لا بيظهر بالزلط. يخاف شو فرقني معي منه. شو الحد يصير؟ إنه يلبس إنه يلبس. البوس كيف بظهرنا شوف يلا عجل. ثانية ما بس هي بوس يلا البوس. أنا بدي حافي مو هون. طلع لا ما إلك حق. ما إلك حق مفروض تطلب. ما إلك حق. شو أنا مستضيفك ها؟ قالوا لنا البنات أهلنا غير الاثنين غير هذا روح. قالوا لنا كرم. هيا بنخلص شو بدك بالحريسة؟ بص يا بكفل. قالوا لنا فحمون بالضيف. إيه أنا بدي أساوي فحمون بالضيف أنا بدي أفتح لك بيت إذا بدك بدك ترحب فيي لانه انا بديش رحب فيك عامل درب بص سيبك والله معك كاميرا خفيه خلاص انا لبناني عم نمسك معك لحظه لا خلص ما تعمل قالوا لنا لحظه قالوا لنا اكثر شيء بيزبط الضرب عندنا خلاص خيي بص سيبك والله معك عن جد تخان طوى يعني هذا ضرب شو هالضرب هذا بس انك تفوت
على حمام هاي مصاري نحن ما قطعت هاي مصاري C'est fantastique. Man, Gigi, voilà Dick. Hey, bit fingé ou d'arbre pinké. Tolight, fiké ou tolight, fiké. Tolight, fiké. Ah, ya haram. Tolight, fiké. Tolight, fiké. Tolight, fiké. Tolight, fiké. The light flicker, the light flicker, the light flicker, the light flicker.